السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا جلسة فيلر لشعراية، هي الشعراية ضعيفة ورفيعة، فعشان كده أنا حابة إن أنا أعمل لها فيلر، لأن الفيلر بيدي سمك شوية للشعر. الشعراية دوت كمان في نسبة تساقط. أنا عارفة إن في ناس ما بتحبش تشتغل على الشعر اللي فيه تساقط، لكن أنا بحب أشتغله بس بتكنيك معين، إن إحنا مش هنشد الشعر، مادة خفيفة، مكوة خفيفة، لان انا بحس ده كله بيساعد على علاج التساقط، والنفسية نفسها كمان لما الشعر بيبقى متظبط ده هيساعد معاها اكتر على علاج التساقط. ان شاء الله زي ما قلت لكم هنعمل جلسة فيلر، تابعونا لاخر الفيديو وتشوفوا النتيجة. ما شاء الله دي نهاية الجلسة، خلاص احنا كده غسلنا الشعر شامبو بلسم، احنا كنا عاملين جلسة فيلر معالج بنسبة فرد. ما شاء الله الشعر زي ما انتم شايفين اهو مدي كثافة، طبعا اللمعة مش هنتكلم عنها يعني باينة.